أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ: حدثونا فضيلة الشيخ عن الأمانة وعن عظمها، وماذا يدخل في الأمانة، وهل يدخل تربية الأولاد في الأمانة؟ قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. والأمانة ما أتمنت عليه، ما أتمنت عليه واستحفظت عليه. وأعظم الأمانة ما بينك وبين الله من فعل أوامره، ترك نواهيه، أداء الواجبات والفرائض، فدينك أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الأعظم الأمانة وهي التكاليف الشرعية التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، عرض تخيير لا عرض إلزام، أبينا أن يحملنها خوفا من إثمها وما يترتب عليها من الإثم. الإنسان لا يزكي نفسه. وكذلك تشمل الأمانة ما بينك وبين الناس، إذا استودعوك أموالا تحفظها فإنك تقوم بحفظها ورعايتها إلى أن تسلمها إلى صاحبها كما أخذتها، وهذا ما يسمى بالودائع. ومن الأمانات الأعمال الوظيفية التي يكلها إليك ولي الأمر، أي أمانة في ذمتك أن تقوم بالعمل الوظيفي على الوجه المطلوب، وإلا فإنه يكون متعلقا بذمتك لأنك تحملته وتقاضيت في مقابله راتبا شهريا، يجب عليك أن تؤدي العمل الوظيفي على الوجه المطلوب. وكذلك من الأمانات الأسرار التي تكون بين الناس، بين الراعي والرعية، بين الرجل وزوجته، بين الصديق وصديقه، الأسرار التي لا يحب صاحبها أن يطلع عليها أحد وقد أفضى بها إليك، فإنك تحفظها ولا تفشيها. هذا من الأمانة عظيمة. الأولاد أمانة، من في بيتك أمانة في عنقك، تقوم عليهم وتأمرهم، تنهاهم، تربيهم على الخير، تجنبهم الشر، تبعد عنهم وسائل الشر التي تغويهم أو تضلهم، تبعدها عنهم، تأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها، كل هذا من الأمانة. فالأمانة حمل ثقيل، ولكن المسلم إذا اتقى الله واهتم بها يسرها الله عليه. نعم.